موضوع الصياد ده لو اتفتح تاني يتفتح بشكل رسمي، وبخلي حد من الرؤساء يكلمني. ما حسيتش ان دي فرصة عشان ترجع تشتغل؟ تثبت ان انت ليك كيان وليك أهمية؟ اثبت لمين؟ وليه؟ لطارق مثلا. ايه رأيك فيه؟ كويس ولا كويس؟ وشريف كمان، ولو اني لسه كنت محتاجة اشوفه بعد ما يقدم وتراب الشغلانة يوسخ بدلته. بيفكرك بنفسك؟ خالص، انا وهو مختلفين تماما، يعني تقدري تقولي كده زي النور والظلمة. حضرتك مش بتعرف تشوف؟ فريدة معلش احنا اسفين. لا ابدا ما جربش. انا مش قلتلك ما تتحركش من جنبي؟ اقعدي. طبعا كيف؟ صباح النور. اسف كنت اتاخرت عليك. ولا يهمك. بص انا هخش في الموضوع على طول. بص يا مدام، الشقق كتير بس حضرتك السعر اللي انت قلتيلي عليه قليل شويه. لو نقدر نرفع الايجار ل 1000 جنيه هجيب لك شقه حلوه وجميله وفيها مطبخ كامل بالتكييف وفي الشارع اللي ورانا. معلش يا استاذ منصور، حضرتك عارف ان انا امكانياتي ما تسمحش. ما تاخذنيش يا مدام، الناس النهارده عقلها ضيق وحضرتك ظروفك يعني وبصراحه بالعربي كده غالبيه الناس النهارده ما بترضاش انها تسكن عندها ست مطلقه. أنا آسف طبعاً أن أقولك الكلام ده بس لازم تعرفي. يعني أنا لو دفعت الناس دي هتبقى عادي مش كده؟ ما هي الناس بتحب تستغل الناس والظروف دي. إيه ده؟ طب عايزة تقابلي وتصاحبي براحتك، بس على الأقل ما تاخديش بنتي معاكي. هو أنت ماشي ورانا ولا إيه؟ كنت عارف وقلبي حاسس أنك عايزة توسخي البنت زيك بالظبط. حرام عليك، ده أنا سبت لك كل حاجة، عايز مني إيه تاني؟ عايز بنتي يا هاني. يا استاذ انا مجرد سمسار بشوف لها شقه. وعليه شقه بيه؟ ما تاخدها في اي حته على جنب، دي سهله ورخيصه. حسبي الله ونعم الوكيل. هقول ايه بس؟ تعالى يا بنتي معايا. ما يصحش الكلام ده يا استاذ، دي واحده ست، اتكل على الله اعمل الكلام ده بره لو سمحت. مالكش انت فيه. تعالى يا فريده، تعالى يا حبيبتي. يا استاذ بقول لك ما يصحش كده، اذا سمحت يا اما تقف باحترامك يا اما اتكل على الله من هنا. بقول لك ايه، انا مش عايز استغبى عليك عشان انت راجل عندك ظروف. طب غرفه ده يا بقى بدل ما خليك انت كمان عندك ظروف. الله 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 الله، الشيخ حماده بتاعك يا ست هانم بيسترجل عليا عشان واحده وسخه زيك. اتفضل حضرتك استريح نشرب فنجان قهوه. هنفضل واقفين كده؟ مفيش وقت يا سيف، كل ثانيه بتعدي فيها خطر، الموضوع وصل لمرحله خطيره. هو انا النقيب طارق جالي وحكى لي الكلام ده، وانا قلت له الصراحه ان مفيش في ايدي حاجه اعملها. سيادتك عارف ان الموضوع الصياد ده انتهى من زمان. هو انتوا قاسين للدرجه دي؟ يا ريت نسمعنا كلام طارق. على فكره طارق ده ضابط ممتاز، يبقى ابن اللواء فيصل غلام. محدش صدقه لما اتكلم في الحكايه دي، وانا ما حبيتش ان انا ازعجك، بس أنا لقيت حاجة غيرت الموضوع تماماً.
خير. سيف باشا. العميد جلال، مدير اداره مكافحه الارهاب. اهلا وسهلا يا باشا. اهلا وسهلا، اتفضل. احنا متشكرين طبعا انك شرفتنا، وفي نفس الوقت بنعتذر ان تعبناك تجي لنا لحد هنا. والحقيقه انا من شويه كنت لسه بقرا ملف حضرتك، شيء مشرف بجد. ربنا يخليك يا باشا. انا اللي شرفني ان سعادتك تطلع على ملف خدمتي ويعجبك كمان. وفي الحقيقه اللي جابني النهارده أنا عايز أقفل الموضوع اللي سعادتك هتكلمني فيه دلوقتي حالا للأبد. أنا عارف كويس قوي المشكلة الكبيرة اللي عندكم، وعارف الضغوط اللي بتواجهوها، بس صدقني أنتوا ماشيين في الاتجاه الغلط. معلش يا جلال باشا، أنا محتاج إن أنا أتكلم مع سيف شوية علشان أشرح له أبعاد الموقف. أكيد أكيد طبعًا. اتفضلوا، المكتب مكتبك يا حمدي بيه. اتفضلوا، بعد إذنك يا سيف باشا. اتفضل يا فندم. اتفضل. بص يا سيف، انا عارف ان الموضوع صعب عليك جدا. مش فاهم قصدك ايه. انت دفعت ثمن غالي قوي عشان توصل للصياد، شغلتك اللي انت بتحبها وعينيك وحياتك كلها تأثرت، وطبيعي جدا انك تبقى عايزه ميت والا تحس ان كل ده راح حضر. بس بقى لو الراجل ده لسه عايش وهو اللي بيعمل الجرائم دي، تبقى غلطان لو انسحبت وما ساعدتناش. سيف، احنا هدفنا واحد، عايزين نتأكد إن الموضوع ده انتهى للأبد. بقول لك يا حمدي، أنا شفته وهو بيموت قدام عيني. وبمساعدتك لينا إن شاء الله هنتأكد من الموضوع ده. أنت مش تأكدت من العلامة بنفسك؟ ممكن يكون حد بيقلده. حتى لو اللي أنت بتقوله ده حقيقي، يبقى اللي بيقلده ده يا إما عارفه يا إما كان شغال معاه. وده معناه إن إحنا هنضطر نفتح القضية من تاني. تعالى يا طارق. مساء الخير يا باشا. أهلا وسهلا. أنا عايز أعتذر لسعادتك إذا كنت قلت أي حاجة تهيئتك. سعادتك ما تعرفش والله انا بقدر مجهودك قد ايه والتضحيات اللي انت عملتها. طارق هيبقى من المجموعه اللي هتساعدك في القضيه. ده شيء يشرفني جدا، بس للاسف مش هيحصل، لان لا انتوا عندكم قضيه ولا انا عندي استعداد ان اشتغل في اي حاجه مع اي حد. الكلام ده نهائي، والموضوع ده اتقفل. عامل ايه؟ وائل باشا، استنى. عايزه ايه؟ ما انت عارف انا عايزه ايه. بص يا لبنى، انا ما عنديش اي استعداد للارتباط من اي نوع. انا بقى لو كنا نصاحب وخروجات وتظبيط ماشي. ايه ده؟ عايزه اي معلومات عن القضيه بتاعت الرائد نور الدين. ما انت عارفه كل حاجه ونشرت الموضوع. معلومات ايه بقى؟ ده انت عندك معلومات انا شخصيا ما اعرفهاش. هو انتوا شاكين ان اللي قتله هو برضو اللي قتل المقدم صلاح عبد الحي والرائد عبد الحميد البشوتي؟ وهل فعلا اللي بيحصل ده ممكن يكون انتقام من جماعه ارهابيه مثلا؟ اللهم طولك يا روح. طب بص، طب هو اللي اتقتلوا فعلا اكتر من 100 واحد؟ لبنى، انت مزه وكل حاجه ما اقدرش انكر، انما الكلام في الموضوع ده بالذات حساس جدا بالنسبه لي وبالنسبه لكل الزملاء. ما ينفعش تتكلمي فيه ولا تسالي عنه. وبعدين انا مش عايز مشاكل واشاعات من اي نوع. خلاص؟ سلام. طب هخليك تعزمني على العشاء. انت يا لبنى للدرجه دي شايفاني رخيص؟ لا والله ما قصدي.
لا طبعا قصدك باين جدا انه قصدك. لا والله ما قصدي. على العموم انا هعدي عليك في الجورنال النهارده الساعه 7:30 7:30 و6 همشي. ماشي باي باي. حلو. طب ما فيش اي احتمال انك تغير رايك؟ شوف يا حمدي انا جيت معاك لحد هنا احتراما للزماله والعشره اللي بينا، انما موضوع السيارات ده اتقفل خلاص، وانا شخصيا مش حابب ان اتكلم ولا حتى افكر فيه تاني.